صديقاتي أصدقائي الكرام، الحلقة الحالية بدي أتوجه فيها بنوع من اللوم إلى عنصرين معنويين، اللي هن إدارة نادي الزمالك القاهرية والأمير تركي آل الشيخ، لأنه بكل أسف 13 أكتوبر 2018 بيتفاجئوا الناس إنه انشالت لوحة اللي كانت مكتوب عليها مبنى فريد الأطرش وانحط محلها لوحة باسم الأمير تركي آل الشيخ. هلق مش عن عبث كانت تحمل لوحة اسم فريد الأطرش، وطبعاً كل عشاق فريد وكل عشاق الفن الراقي وكل اللي بيقدروا الفن الراقي وبيقدروا فريد الأطرش كتير صارت ثورتهم وعز عليهم كتير، وتوجه اللوم صوب إدارة نادي الزمالك وصوب الأمير تركي آل الشيخ، لأن كان شرط من شروطه لمساعدة النادي إنه هيدا المبنى بدل ما يحمل اسم فريد الأطرش يحمل اسم تركي آل الشيخ. وهيدي بصراحة فيها نوع من اجتياز اللياقات اللي بنعرفها كعرب مع بعضنا، وخاصة عملاق بمستوى فريد الأطرش. وكلنا إذا مرجع شوي لورا في أسباب ليش تسمى مبنى فريد الأطرش، يعني في أسبابه تسمى لسبب كتير بسيط. بأوائل الستينات ببلشوا كانوا نادي الزمالك ببناء هالمبنى الاجتماعي، ولكن اجت التأميم وتوقف كل شيء. ولما بيعرف فريد بالموضوع نفس طريقة حاتم الطائي، وهيدا مش أول مرة فريد بيعملها، فريد الإنسان ينبري للموضوع وبيأسس لحفلة كبيرة هو نجمها الأول مع مجموعة من النجوم، وراح ريعها اللي وصل بحدود 40,000 جنيه، وزاد عليهم من جيبته 10,000 جنيه، فصاروا 50,000 جنيه. وبالستينات هذا المبلغ كان كافي انه يبني المبنى الاجتماعي لنادي الزمالك. وحمل ما كانش شرط وشروط فريد، بس من باب الوفاء نحط كلمة مبنى فريد الأطرش. وبيجي الأمير تركي من جديد مفاجئ العالم انه بده يساعد النادي، وكان شرط من شروطه هذا الموضوع، نزع الأرمة ووضع اسمه محل اسم فريد الأطرش. أنا بقول من باب المحبة ما بيسوى، هيدي بسموها قلة وفاء نحو موسيقار فريد الأطرش، قلة وفاء نحو ملايين المعجبين بهذا العبقري العالمي، إنه نقطع ونجتازه ونسحب الأرمة اللي كانت تحمل اسمه. وكمان في بكل أسف هناك نوع، خليني نسميه، ما بدي يكون كتير قاسي، ولكن شو بدكم نوصفه، ولكن نحن كمان ما نحافظ بالقناة اللي الشرف كن فيها على هالرقي في مقاربة الأمور مع الأشخاص الذين يقومون بعض المرات بتصرفات أقل ما يقال فيها مؤذي بحق تاريخنا الفني، مؤذي بحق الموسيقار فريد الأطرش، مؤذي بحق نفسه الإنسان يسمح لنفسه أن يحط حيله محل موسيقار فريد الأطرش وهو في محل آخر ما له علاقة. كل شيء وقت ركول باسمي وباسم ملايين من عشاق فريد الأطرش عبر العالم أجمع، تفضلوا يا إدارة نادي الزمالك، قوموا بما يجب أن تقوموا به بنوع من الوفاء لذلك الذي عشق نادي الزمالك وظلوا يحب نادي الأهلي. ونحن نفس القصة، أنا بحب بشجع اللعبة الحلوة اللي فيها ألق وفيها روعة وفيها نوع من التمثيل اللي بيرفع لنا راسنا كعرب من الناديين، من النوادي المحترمين مثل النوادي العظيمة بكل أنحاء العالم العربي. لذلك بتمنى نوع من الوفاء إنه هيدي ترجع الأمور إلى قاعتها، وتعود هذه اللوحة إنها تحمل اسم من جديد
اسم الموسيقار فريد الأطرش، لا بل ممكن اللوحة تصير بدل ما تكون مبنى فريد الأطرش فليكن مبنى الموسيقار العالمي فريد الأطرش. شكرا جزيلا، يعطيكم الألف عافية، شكرا.